قفزة قوية شهدتها المساعدات التنموية خلال العام الماضي، مدعومة بشكل رئيسي من رفع بريطانيا حجم مساهمتها بنحو 28% لتصل إلى 19 مليار دولار، بالإضافة إلى دولة الإمارات التي زادت مساعداتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بفعل الدعم المالي الذي قدمته للحكومة المصرية، لترتفع مساعداتها إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بدخلها القومي الإجمالي للعام 2013، لتصعد من المركز 19 في عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013، وذلك بفضل رفع نسبة المساعدات بمعدل 375% لتصل إلى 5.2 مليار دولار. أما منطقة اليورو فقد تراجعت المساعدات المقدمة من بعض دولها بما في ذلك فرنسا واليونان والبرتغال، وسجلت هولندا أدنى مستوى في حوالي 4 عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي. والاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 7.25% من الدخل القومي بحلول عام 2015، كما هو منصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. وحتى الآن حققت 5 دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف، وهي الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج والسويد، إلى جانب بريطانيا التي حققته للمرة الأولى في العام الماضي. ويدور جدل داخل المنظمة منذ العام الماضي بشأن تعديل تعريفها للمساعدات، وهو ما سيكون الأول من نوعه منذ السبعينيات، إلا أن شكل التغيير لم يتضح بعد، لكن المنظمة تخشى من توسيع نطاق التعريف بحيث تزيد الأرقام دون أن تتحسن القيمة الفعلية للمساعدات.